أنا يم سيف الدين. سيف الدين هو أحد الأبطال من ذوي الهمم. سيف الدين حقق رغم وضع الصحي يعاني من شلل رباعي، لكن استطاع أن يحقق معدل يعجز بعض الأصحاء أو أغلب الأصحاء عن تحقيقه. كانت قصة مثابرة ونجاح وإصرار. طبعاً هو جزءها الأكبر، لكن عائلته وأصدقائه أيضاً كانوا، وأساتذته أيضاً كان لهم دور كبير. شنو أمنيتك سيف؟ أمنيتي إنه أدخل إلى كلية مرموقة. شنو الكلية المرموقة اللي تريدها؟ أكيد كلية الصيدلة. الصيدلة، تريد الصيدلة؟ أي طبعاً. وأنا هنا أوجه هذا الطلب إلى كل من يستطيع أن يحقق هذه الأمنية. معدلة أحلى 89. نعم، هو معدلة 89. وهذا المعدل مؤهل لسيف، لكن يحتاج بعض الدعم. أتمنى لكل من يسمع من أصحاب القرار، لكل من يسمع صوت سيف، صوت هذا المثابر، أن يستجيب لهذا الطلب المستحق إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا.